بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شهيواتناني. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الكيك لذيذ جدا وهش ورطب وناعم، وكيجي من الدي يعني في حالة شوية معلك، بنكهة البرتقال وكذلك بعصير البرتقال، كترافقوا واحد الصوص رائعة جدا كتزيد كتعزز لنا هاد النكهة هذه ديال البرتقال. الكيك رائع وبمكونات بسيطة وفي المتناول، أتمنى لو تجربوه لأنه إن شاء الله غادي يعجبكم بزاف. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبه لهذا الكيك هذا فكنعملوه بالبرتقال. في الحقيقه كان المفروض انني نعمل فيه واحد نص كاس ديال البرتقال، لكن ملي حليته لقيت هذا البرتقال هذا الدموي، داك لي زورونج سانغين داك الاحمر، فلو عصرته يعني لو عملت الكميه كامله كان المفروض نعمل برتقاله، لكن لو عملتها غادي تزيد تغمق ليا اللون ديال الكيك. هانتوما كتشوفوا راه احمر اكثر من هكذا كي كيبان لكم في الكاميرا. فعصرت غير النصف ديالها عاد باش غادي نكمل اللي بقى، الا خصني غنكمل بالحليب. فالمقادير عندي ثلاثة ديال البيضات كبار، غادي نضيف عليهم هنايا واحد قبيصه ديال الملح، مع عندي هنايا كيس من الفانيلا او معلقه صغيره، مع زوج معالق صغار ديال مبشور البرتقال. يعني هذا هو اللي غادي يعطينا النسمه، يقوي لنا النسمه ديال البرتقال في هذا الكيك هذا. بالنسبه للوحده ديال الكيل في هذه الوصفه هذه هي هذا الغراف هذا ديال الياغورت او الزبادي، فيه 110 غرام او يعادل نصف كوب معياري. فهو باش عندي هنايا نكمل لكم استعراض المقادير، بالاضافه للبيض والفاني وقشور البرتقال والقبصه ديال الملح، عندي كاس ديال السكر ها هو سنيده، غادي نعبروا بهذا الكاس هذا، قللوا كثروا حسب رغبتكم. عندي هنايا ثلاثة ديال الكيسان ديال الطحين معبورين حتى هما بهذا الكاس هذا، وعندي كاس ديال الزيت ما عمرتوش حتى الفم، يعني خليت فيه واحد تقريبا واحد نص سنتيم، وعندي وغادي نعبر نص كاس. المفروض كان انني نعمل نص كاس ديال عصير البرتقال، فانا غادي نشوف هاد النص ديال البرتقال شحال غيعطيني. وعندي هنايا واحد زوج معالق ثلاثه د المعالق صغار ديال الخل، هذا الخل الابيض، وما تخافوش منه راه في الكيك راه كيتبدل طعمه للحلاوه. وعندي زوج معالق صغار ديال مربى البرتقال باش نعززوا النكهه ديال البرتقال. وعندي هنايا 2 كيس من الخميره الكيماويه او البيكين باودر، ما يعادل واحد الكيس فيه 7 غرام، يعني هنا عندي 14 غرام، او لا عملوا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان. في البدايه غادي نخفق هذا البيض هذا مع القشور ديال البرتقال عاد باش نضيف ليه ثاني السكر. خفقت واحد شويه غير شي ثواني، دابا غادي نضيف هذا السكر هذا كما قلت، كاس من هادو ديال الياغورت او لا نصف كوب. غادي نخفق حتى نحصل واحد على واحد الخليط مرغوي وبيض. هانتوما كتلاحظوا ها هو الخليط ولا عندي رغوي ولونه باهت. دابا غادي نضيف هاد الياغورت هذا، هنا انا عملته بالنسمه ديال الفانيلا، يمكنكم تعملوه طبيعي. وغادي نضيف كاس ديال الزيت كما اشرت، الكاس ديال الياغورت نصف كوب. نضيف المربى ديال البرتقال، زوج معالق صغار، وغادي نخفق. هنايا خلطنا هذيك المقادير ديالنا، دابا غادي نغربل الطحين. كما اشرت عندي ثلاثة ديال الكيسان ديال هادو ديال الياغورت ديال الطحين، وهنايا الخميره الكيماويه او البيكنج باودر 2 كيس 14 غرام او ملعقه كبيره.
هنا حنا خلطنا الطحين مزيان، باقي الخليط ثقيل فغادي نضيفو. باقي عندنا داك كما قلت لكم داك العصير ديال البرتقال، المفروض انني نعمل نص كاس، فغادي نزيد نخلطو بالحليب. لما تبقى غادي نكملو بالحليب، ولكن انا قلت لكم الا عندكم اللون ديال البرتقال عادي عملوه كامل، هاد النص ديال الكاس عملوه كله ديال عصير البرتقال. غادي نخلط، غادي نضيف الخل، من 3 المعالق صغار حتى 4 كاع ماشي مشكل. بالنسبه للقالب اللي غادي نستخدم فهو هذا، هذا ديال الكيك، غير هو هذا عندي حجم شويه صغير، مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين. القطر نتاعو يعني من هنا لهنا غادي يقدر يكون واحد 23 سنتيم. غادي نفرغ الخليط هنايا في القالب. بالنسبه للفرن انا عامله كيسخن، دايره كيسخن دابا على حراره 180 درجه. منين غنبغي ندخل هذا الكيك هذا غننزل الحراره ل 170، وبالنسبه لمده الطهي في العاده 35 حتى 40. اخواتي الكيك ديالنا ها هو طاب، خدا في الفرن تقريبا 35، كما قلت لكم في حدود 35 حتى 40 دقيقه. غادي تخرجوه وتخليوه يبرد. بالنسبه للصلصه اللي غادي نعملوا ليه، فهنا عندي معلقه صغيره من النشا مايزينا، غادي نضيف عليها هنايا واحد، هنايا عندي برتقاله ونص، عصير برتقاله ونص، ممكن يكون كاس ديال العنبه او فايت شويه، يعني 160 مليليتر حتى تقريبا في هاد الحدود هذا. غادي ندوب فيه هاد، ندوب هاد النشا او مايزينا. غادي نضيفو جوج معالق ديال المربى ديال البرتقال، غادي نزيدو هاد الشيء اللي تبقى، وغادي نحطوه طبيعة الحال فوق النار حتى يغلى مزيان وتقال لينا هاد الصلصه شويه. طبيعة الحال غاد الكيك غيكون بارد، فغادي نفرغوه فوقه، نخليوه حتى حرارته وعاد نفرغوه من فوق الكيك. اخواتي الصلصه ديالنا غلات، خليتها بردات واحد شويه، نسيت اضفت بعيدا على الكاميرا واحد المعلقه ديال السكر، معلقه كبيره اولا صغيره حسب رغبتكم. هيا هنا الصلصه بدات تتبرد واحد شويه، غادي نسقي بها هاد الكيك هذا، وما تبقى غادي تحطوه في شي صوصيه، ومنين تقدموه تقطعوا الطريفات اللي بغى يزيد يسقي يسقي. اخواتي كملت التزيين ديال الكيك، يعني كملت ليه سقيته مازال بهاد الصوص هادي، وزينته هكذا بالطريف بوريقات ديال النعناع مع هاد حب الملوك او الكرز اللي بالشراب مرقد. اتمنى هذا الاقتراح هذا يعجبكم، كتجي اسفنجيه، الكيك كيجي اسفنجي وزوين وخفيف وطعمه لذيذ. بالنسبه اللي تبقى لنا ديال الصوص فها هو حطيته هنايا، اللي قطعتي ليه شي طريف وبغى يزيد يسقيه، انا شخصيا كيعجبني الكيك مسقي، يعني الا كان شحف ما تيعجبنيش بزاف، فهذا اقتراح للتقديم.